المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورش ملكي دائم أبدعه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأعلن عنه يوم الأربعاء 18 مايو سنة 2005 بمناسبة إلقاء خطابه السامي على الأمة المغربية. إن الأمر يتعلق بالمعضلة الاجتماعية التي نعتبرها بمثابة التحدي الأكبر لتحقيق مشروعنا المجتمعي التنموي، والتي قررنا بعون الله وتوفيقه أن نتصدى لها بإطلاق مبادرة طموحة وخلاقة باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ورش يفعل بامتياز المقاربة التشاركية ومقاربة النوع بالمعنى الواسع للكلمة، ويهدف إلى محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة والتهميش وتشجيع الطاقات الإبداعية في مجال التنشيط الثقافي والرياضي والفني والاجتماعي. تتلخص حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم خريبكا منذ انطلاقتها سنة 2005 إلى حدود سنة 2014 في برمجة 641 مشروعا بغلاف مالي يصل إلى 379 مليون و 390 ألف درهم، منها 253 مليون و 425 و 200 ألف درهم لفائدة 435 ألف مستفيد ومستفيدة. وشملت تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كل القطاعات. كما عرفت السنوات الأخيرة نهج استراتيجية جديدة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، تتلخص ملامحها في تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الوقع الكبير على الساكنة، تشجيع الشباب على البذل والعطاء في المجال الثقافي والرياضي والفني، التدقيق في التركيبة المالية والدراسة التقنية والجدوى، وتفعيل المقاربة التشاركية وفرق التنشيط لضمان نجاح المشاريع واستمراريتها ونجاعتها، وتفعيل آليات التتبع والمواكبة والتكوين للرفع من قدرات الفاعلين، وتفعيل تقنية المرافعة والشفافية لضمان المناصفة وتكافؤ الفرص. وعملت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على تنظيم أسبوع سنوي لإبراز منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي نحن بصدد الدورة الثالثة منه تحت شعار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي. واحتفالا بالذكرى العاشرة لإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد تم انتقاء قطاعي الشباب والرياضة والثقافة كموضوعين لهذا الأسبوع من أجل إبراز دور المبادرة فيهما. وهكذا ففي مجال الشباب والرياضة بالإقليم تدخلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها لإنجاز 51 مشروعا بتكلفة إجمالية تفوق 20 مليون درهم، منها 15 مليون و 640 ألف درهم من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة 30 ألف مستفيدة ومستفيد، قصد إبراز الطاقات الإبداعية لدى الشباب بالخصوص. وعلى سبيل المثال ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إخراج القاعة المغطاة بخريبكا من مرحلة التعثر التي دامت عدة سنوات إلى مرحلة البذل والعطاء في المجال الرياضي. تم إنجاز هذا المشروع بغلاف مالي يفوق 45 مليون درهم، ساهمت المبادرة بأكثر من 3 ملايين من الدراهم. من أجل توسيع قاعدة المستفيدين تم رصد مليون درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتأهيل وتجهيز القاعة الملحقة بها. فضل هذا المرفق اللي رأى النور على يد المبادرة، استطاعت مدينة خريبكا باش تحتضن مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الدولي. أما المركب الاجتماعي التربوي والرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة فقد عرف النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والشركاء، إذ ساهمت بثلاثة ملايين من الدراهم لبناء وتجهيز المركب، وساهم المجمع الشريف للفوسفات بعقار مساحته 7500 متر مربع، وتساهم الجمعية في التسيير والتأطير. هذا المركب جاء بمقاربة مندمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جاءت لتدمج أشخاص ذوي الإعاقة رياضيا اجتماعيا وتربويا، وهذه القيمة المضافة لهذا المركب جاءت لتبين وتكرس النتائج الجيدة التي يحصدها رياضي ورياضيات جمعية المستقبل لا على المستوى المحلي الوطني العربي والدولي. وبمدينة وادي زم تم إنجاز المركب السوسيو رياضي بحي المقاومة 3 في إطار شراكة
بين وزارة الشباب والرياضة والجماعة الحضرية لمدينة واديزا، وتشجيعا للكفاءات الرياضية المتواجدة بالمركب، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقتناء تجهيزات أساسية تتمثل في معدات وآليات رياضية ومكتبية. هذه قاعة ديال الايروبيك تابعة للسنتر المركز السوسيو الرياضي، فيها 30 سيدات بيرمونانت تيجيو بانتظام، وعندنا انفانتين تيمشيو ويجيو على حسب الظرف ديالهم العائلي. انا سميتي السي محمد لبوز، تنقرا في مدرسة ابن هيشيم، جاي هنا باش نلعب ونتعلم كرة. وفي السياق ذاته تم اعطاء انطلاقة اشغال 4 ملاعب رياضية للقرب بالاحياء المستهدفة بتكلفة إجمالية تقدر بمليون و770 ألف درهم، منها 830 ألف درهم من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما يتم إنجاز 3 مراكز اجتماعية للقرب بكل من حي الشباب والمقاومة 3 والنصر بغلاف مالي يصل إلى 5,600,000 ألف درهم، ممول كليا من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيما قدمت شركة العمران العقار. بمدينة خريبكة سيتم بناء دار الشباب بحي الفتح بغلاف مالي يفوق 3,700,000 درهم من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وستقدم الجماعة الحضرية لخريبكة العقار. وبأبي جعد يتم إنجاز القاعة المغطاة المتعددة الرياضات بغلاف مالي يناهي 17 مليون درهم، منها 4,500,000 درهم من المبادرة. هذه المعلمة التي ستعطي مستقبلا إضافة كبيرة في المجال الرياضي، بحيث سيستفيد منها جميع الجمعيات الرياضية. وهكذا فقد عرفت عدة مهرجانات ميلادها بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. على سبيل المثال المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والمهرجان الوطني للمسرح الذي أصبح يستقطب فعالية مسرحية وازنة. كما عرفت هذه السنة ميلاد مهرجان الضحك خريبكة غاغ، يمنح الشباب فرص التعبير بأساليب خاصة، ناهيك عن قافلة الكتاب ببئر مزوي التي جابت عدة جماعات بالإقليم تشجيعا لثقافة القراءة والكتاب. وبأبي الجعد تم إحداث التنشيط الموسيقي بغلاف مالي يناهز 160 ألف درهم لتمكين اليافعين والشباب من التعرف على فنون الموسيقى والعزف على الآلات الموسيقية. جيت لهاد المعهد باش نقرا الموسيقى وتنعزف على الجيتار والعزف تيرجعني شخص آخر. أما قطاع الصحة فقد حظي بالأولوية في استراتيجية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، إذ تمت برمجة 47 مشروعاً بشراكة مع وزارة الصحة بغلاف مالي يفوق 45 مليون درهم، منها 25 مليون درهم من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويعتبر مشروع نظام المساعدة الطبية الاستعجالية أهم هذه المشاريع التي سترى النور بغلاف مالي يصل إلى 15 مليون درهم سنوياً، ساهمت المبادرة بثلاثة ملايين من الدراهم. وبمدينة أبي الجعد تم بناء وتجهيز مركز تصفية الدم بغلاف مالي يصل إلى 9 ملايين من الدراهم، منها 6 ملايين من الدراهم من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومليونين وخمسمائة وأربع وسبعون ألف درهم مساهمة الجمعية المشرفة، وأربعمائة وستة وعشرون ألف من المجلس الإقليمي. كما تساهم وزارة الصحة بالعقار والموارد البشرية. لتقريب الإسعافات تم اقتناء سيارة إسعاف بغلاف مالي يصل إلى 326 ألف درهم. الحمد لله أنا كنت نصفي في خريبكة محن بزاف، تتركب لي المرأة على ظهرها وتعاود من خريبكة الوزن، وجيت اليوم لهذا المركز هنا الحمد لله قربت بعدا في الطريق الحمد لله، والله ينصر سيدنا ويطول عمره. وتساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنويا باقتناء المواد الاستهلاكية بكل من مراكز تصفية الدم بخريبكة ووادي زم وأبي جعد. وفي إطار التوعية بخطورة داء السكري تم اقتناء سيارة نفعية بغلاف مالي يصل إلى 180 ألف درهم، منها 120 ألف درهم من المبادرة. هذا المشروع مكن الجمعية باش بعدا أول حاجة اقتناء الأدوية والمستلزمات. كما كتعرفوا بأن هذه الأدوية والمستلزمات كنجيبوها من مدينة الدار البيضاء. ثاني حاجة هو التواصل
التواصل مع المرضى السكري اللي كاينين في الاحياء المستهدفه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في المدينه. في اطار الحد من وفيات النساء الحوامل وتقديم الخدمات الطبيه الضروريه لهن، يتم انجاز دارين للامومه بكل من الجماعتين القرويتين بني بتاو واولاد بوغادي بغلاف مالي يقدر بمليون وخمسمائة ألف درهم. الحمد لله إلا قدرنا أننا نوصلوا هذا التحسيس لهاد الناس، قدرنا نوصلوا هذه المعلومات أنه دار الأمومة راه غتوفر لهم المسكن قبل من بعد الولادة إن شاء الله، وفي بما فيهم راه كذلك حتى الأكل، وبما فيهم كذلك حتى المراقبة، غنكونوا قرابين منا حنايا بزاف، يعني أي مشكل ولا أي حاجة نقدروا أننا يعني نقوموا بالواجب اللي نقدروا نديروه. وبمدينة خريبكة تمت برمجة مشروع إعادة بناء وتجهيز مصلحة التجهيزات والخدمات المتنقلة الإقليمية بغلاف مالي يقدر بأربعة ملايين من الدراهم، منها مليون وخمسمائة ألف درهم مساهمة من المبادرة. حاليا خدامين في ظروف لا تطاق، بحيث أنه يعني فصل الشتاء البرد قارس بزاف، كاين البرد كثير، ونفس الشيء في الصيف يعني الحرارة هنايا راها لا تطاق، وكنتمنوا يعني والحمد لله بفضل البنايه الجديده اللي غادي يتم الانشاء ديالها بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، يعني كان غادي تحسن لينا الظروف ديال العمل ديالنا اللي غادي تزيد تشجعنا على اننا نعطيو اكثر واكثر في العمل ديالنا ان شاء الله. هاد البنايه كما كتعرفوا راه تبنات منذ 1976 ومبنيه بالالواح المفككه بما يشكل خطوره على صحه الحاملين بهذه المصلحه، لان كنعرفوا لاميونت والخطوره ديالو هذاك الشيء. بشراكه مع المبادره غادي يتم اعاده بناء هذه المصلحه، مما يشكل تحفيز للموظفين للعمل في ظروف صحيه جيده. في اطار تشجيع الانشطه المدره للدخل التي اصبحت من ضمن اولويات اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه، وبغيه تمكين اكبر عدد ممكن من الاشخاص من الشغل، تم تمويل 167 مشروعا مدرا للدخل بغلاف مالي يفوق 42 مليون و600 الف درهم، منها ما يناهز 34 مليون درهم من صندوق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بفائده 25 الف مستفيده ومستفيد. فبمدينه ابي الجعد تم بناء وتجهيز مركز التكوين والتاهيل بكلفه اجماليه تصل الى مليون و500 الف درهم، ممول كليا من صندوق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وساهمت شركه العمران بالعقار، مما مكن من ادماج 17 شابا وشابه. نحن احد المجموعه ديال حاملي الشهادات، تجمعنا على الهدف ديال تكوين مشروع مدير للدخل في اطار تشغيل ذاتي. تجمعنا كاول مره ك 17 شخص. قدمنا مشروع ديال مجموعه رياض اطفال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، استطعنا نحصلوا على المركز التابع للتعاون الوطني، مركز التربيه والتكوين، جهزت لنا المبادره في حدود تقريبا 48 مليون من التجهيزات، والحمد لله هذه هي السنه الثانيه باش نشتغلوا في المشروع، والمشروع غادي في واحد الخطه ايجابيه. مدينة واضي ضم تم تمويل مشروع مدر للدخل يتمثل في التكوين في فن الصباغة والتزواق بكلفة إجمالية تصل إلى 60 ألف درهم، منها 40 ألف درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مكنت 18 مستفيدة ومستفيد من دخل قار، وفتحت آفاق للشباب الطموح لإحداث مقاولات خاصة. فتح لينا بصراحة آفاق، بحال اسمو لينا كنبيعوا المنتوجات ديالنا، كنربحوا منهم ماديا، وبزاف د الجمعيات بحال هكا تيشجعونا كياخذوا من عندنا لي كادو. من بعد درت المقاوله ديالي، من بعد دابا لحد الان كنخدم معايا 20 واحد. فكرنا بان نوضعوا واحد المشروع في التكوين ديال التزواق والديكور الداخلي في اطار ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، فالحمد لله ان استفدنا الشطر الاول من المبادره اللي هو خدينا به الادوات الوسائل والالات باش كنشتغلوا في هذا الميدان،
والحمد لله ان استطعنا باش نكونوا ثلاثه المقاولات في هذا الميدان، ودرنا لهم تتبع اللي هو ميدان صباغه على الحياة. وفي اطار تنظيم باعة السمك وتمكينهم من دخل قار وحفاظا على جوده السمك وصحه المواطنين، تم تمويل مشروع اقتناء 16 دراجه ناريه مجهزه بثلاجات لبيع السمك بغلاف مالي يصل الى 740 الف درهم، منها 540 الف من صندوق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وكنا من قبل تنبيعوا في كرارس، ان كاين الغبره، كاين التراب، كاين الشمس، لعاب بنادم عرقان، تنغطيو بالكتاتن بكل صراحه ماشي. والحمد لله استفدنا بهذا المطر، زعما ولات تنديو شويه السردين والحور، الجوده ولات، ومغطي على التراب، مغطي على بزاف الحوايج. فالسمك اللي كيبيعو راه كيخضع للمراقبه الصحيه قبل التوزيع، هذا اللي كيسهل ان السمك يتباع حتى في الاحياء الهامشيه وحتى في النواحي ديال المدينه في ظروف صحيه. وفي السياق ذاته يتم انجاز مشروع فضاء تثبيت الباعه المتجولين بحي المقاومه 4 بكلفه اجماليه تقدر بمليونين و200 الف درهم، ممولة كليا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتساهم شركة العمران للعقار. في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولأجل الاهتمام بالباعة المتجولين في إقليم خريبكة، تم التركيز على إنشاء مراكز تجارية لأجل تنمية معيشتهم. وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى مثال أساسي ومهم جدا، وهو المركز التجاري الذي أقيم بحي المقاومة بوتزر. هذا المركز له 116 محل تجاري بقيمة مالية تساوي 440 مليون سنتيم من أجل إنشائه. وتشجيعا لقطاع التربية والتعليم وتفعيلا لمفهوم الالتقائية، تم تمويل 68 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 68 مليون و200 ألف درهم، منها 35 مليون و300 ألف درهم مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة 25 ألف تلميذ وتلميذة. وعلى سبيل المثال نجد فضاء المرأة والفتاة بمدينة واضزم الذي تم إنجازه بأزيد من 5 ملايين من الدراهم، منها 4 ملايين من الدراهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومليون درهم من المديرية العامة للجماعات المحلية، و250 ألف درهم من المجلس الإقليمي، و200 ألف درهم من المجلس الجماعي لواضزم. بالفضل ديال دار الطالبة وليت الحمد لله مزيان، قريب لينا ليسي، مكنعانوش من البعد المدرسي، ودابا حصلت على نقطة زوينة 17.5. كما رصدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مليونين من الدراهم لاستكمال أشغال بناء الدار الطالب والطالبة، الجماعتين الحضريتين لحطان وبوجنيبة، والجماعة القروية قصب الطرش. احنا ساكنين في واحد الدوار بعيد على طريق مولاي بوعزة، رابطة بين واتزام ومولاي بوعزة، وتنشوف معاناة كثيرة بزاف، وهاد الدار اللي غتجي جديدة غتساعدنا بزاف، حيت غنولو نقراو مزيان، وكذلك النقل غنولو في كوكين الدراجات في وقت الشتاء ووقت الشمس. وصونا لكرامة المواطنين الذين يعانون من الهشاشة والتهميش، تم تمويل 167 مشروعا، منها 99 تهم مراكز استقبال بغلاف مالي يفوق 50 مليون درهم، ومنها 30 مليون درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمكين 4200 مستفيدة ومستفيد من عيش كريم. فبمدينة واضزم تم تأهيل وتجهيز مركز الأشخاص بدون مأوى بكلفة إجمالية تقدر ب 650 ألف درهم، إضافة إلى تخصيص مليون درهم لتوسيع وإعادة تأهيل هذا المركز. استقرينا هنا، كنا غادي نموتوا في الزنقة، أنا ما عندي فين نعس، أنا لو كان ما هاد البلاصة هادي راه غادي نلقاها برا. جابونا لهنا، عطاونا الفراش، عطاونا الماكلة، الشراب، تهنينا شوية من داك التشرد ديال الزنقة. كنا كنموتوا في الزنقة. والمؤسسة عندنا في الطاقة الاستيعابية 32 مقعد، كيكون عندنا حالات استثنائية خصوصا في الحملات ديال الشتاء اللي كتكون في على الصعيد الوطني. المستفيدين اللي معنا هنا في المركز هما ناس اللي ما كيكونوش عندهم
المقر فين غادي يستقروا يعني فين يباتوا ولا اسمه هناك موفرين لهم الماكل والمشرب والاقامه والنوم. وبمدينة خريبكة وبشراكة مع المندوبيتين الإقليميتين للصحة والتعاون الوطني وجمعية محلية تم وضع الحجر الأساس لبناء مركز رعاية الأطفال المتخلى عنهم بتكلفة إجمالية تقدر ب1,600,000 درهم. التعاون الوطني باعتباره أحد الشركاء الأساسيين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا يمكنه إلا أن يستحضر الآثار الإيجابية لهذه المبادرة الخلاقة المبدعة على خدمات المؤسسات الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني للإقليم. وبنظرة بسيطة يمكن لنا استخلاص الطفرة النوعية التي شهدتها الخدمة الاجتماعية على مستوى إقليم خريبكة على مستوى جميع المؤسسات على مستوى الكم وعلى مستوى النوع. وفيما يخص التجهيزات الأساسية فقد رصدت لها أكثر من 85,750,000 درهم منها 56,795,000 درهم مساهمة من المبادرة لتمويل 103 مشاريع لفائدة 150,000 مستفيدة ومستفيد. وشملت هذه البرامج بناء وتهيئة الطرق والمسالك القروية، تزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، ترصيف الأزقة بالأحياء المستهدفة في كل من مدينة خريبكة ووادي زم وأبيجع. وتبقى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورشاً للإبداع والبذل والعطاء.